يعني هل واجهت مالك عقبات دفعتك إلى التخلي عن خارطة الطريق كنت مخطط إلها أثناء الرحلة أو حابب تروحها، ولكن هناك عقبات خلتك تعزف إنه تبعد عن 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 هذه الخطوة أو هذه الجهة؟ والله في بعض العقبات، يعني في بعض الدول مثلا، مثل وين مالك؟ إنها تكون لها مثل عندنا صربيا، صربيا غير تابعة للاتحاد الأوروبي في رسوم الطرق وفي الأمور اللي فيها، ودخلناها مجرد مرور 5 أو 6 ساعات فيها دفعنا فوق 1000 ريال فيها مجرد المرور فيها. يعني هذه كانت من الأمور الصعبة. أيضا من الأمور الصعبة اللغة، لأنك تدخل دول، بعض الدول ما يتكلمون باللغة الإنجليزية، فمثل تركيا ما يتكلمون إنجليزي إلا قليل، فهذه كانت عقبة.